السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة في قسم العلوم المحاسبية كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة في مادة محاسبة التكاليف المتقدمة باللغة الإنجليزية. محاضرتنا اليوم هي مثال تطبيقي عن موضوع الموازنة المرنة The Flexible Budget. Example number 5، المثال الخامس. ذكرنا البيانات الآتية المتعلقة بقسم الآلات في إحدى المنشآت الصناعية. Where the appropriate range of capacity، يعني المدى الملائم للطاقة. Appropriate range of capacity، المدى الملائم للطاقة. Is between، يعني يقع بين أو يتراوح بين 300 إلى 4800 direct labor hours، ساعات عمل مباشر. المدى الملائم ضروري جدا في موضوع الموازنة المرنة، لأنه قلنا الموازنة المرنة هي موازنة تعد لأكثر من مستوى نشاط، فمن حدد لي الرينج للطاقة، range of capacity، المدى للطاقة يتراوح بين 300 إلى 4800، إذا معناها من راح نعد الموازنة المرنة راح نعتمد على الحد الأدنى للطاقة والحد الأعلى للطاقة من المستوى اللي يذكر لنا إياه. وطبعا ممكن الطاقة تكون ساعات direct labor hours، ساعات، وممكن تكون units، وحدات. This section depends on the average of the normal capacity، يعني يعتمدون على الطاقة الطبيعية normal capacity، وهذا مصطلح مهم جدا جدا في موضوع الموازنة المرنة وفي موضوع معدلات التحميل اللي راح نتطرق عليها بعد شوية. إذا النورمال كاباسيتي، الطاقة الطبيعية أو الطاقة الاعتيادية، نرمز لها NC، هي 4000 hours، يعني 4000 ساعة بير مانث، للشهر الواحد. ذاكرنا أدناه التكاليف لهذا القسم والمخططة في ظروف الطاقة الطبيعية. فإذا الآن التكاليف اللي راح يذكر لنا إياها هذه، بغض النظر عن هي متغيرة أم ثابتة، كلها تتعلق هذه التكاليف بمستوى الطاقة الطبيعية اللي هو مستوى 4000 ساعة. طبعا الايتمات او العناصر المتغيره، ذاكرنا مجموعه عناصر indirect materials، المواد غير المباشره، 8000 دولار. نلاحظ هنا مبلغ اجمالي، وهاي ننتبه عليها النقاط او الملاحظات دائما في موضوع الموازنه المرنه. اهم شيء انتبه هل المعطيات هي اجمالي ام مفرد. indirect labor يعني العمل الغير المباشر، 12000 دولار، أيضا المبلغ إجمالي. fuel expense يعني مصاريف الوقود، 20000 دولار، يعني أيضا مبلغ إجمالي. إذا هذه هي العناصر المتغيرة. العناصر الثابتة rent expense، مصروف الإيجار، 50000 دولار، أيضا مبلغ إجمالي. depreciation expense يعني مصروف الاندثار، 30000 دولار، أيضا مبلغ إجمالي. نلاحظ في هذا المثال المبالغ كلها إجمالي، لكن مو شرط، ممكن يذكر لنا المتغيرة تكون per unit per hours، يعني للساعة الوحدة أو للوحدة الواحدة، بينما الثابتة تكون إجمالي، والعكس صحيح، يعني ممكن يعطينا المتغيرة إجمالي لكن الثابتة يذكر لنا إياها مبالغ مفردة. required، المطلوب، prepare the flexible budget، إعداد الموازنة المرنة. من تشوفون هذه العبارة prepare the flexible budget، يعني معناها إعداد الموازنة المرنة، طبعا لقسم الآلات، أو at the capacity levels، لمستويات الطاقة. وطبعا هاي عبارات تكميلية أو تجميلية، يعني حتى إذا حذفت هذه العبارة فأكيد إحنا الموازنة المرنة راح تعد لمستويات الطاقة اللي يذكرها بالسؤال. إذا لمستويات الطاقة of the appropriate range، للمدى الملائم اللي ذكرنا إياه في بداية السؤال. طبعا هاي لحد هنا حينتهي المطلب الأول. بعدها عندنا المطلب الثاني and prepare a flexible budget equation، يعني معادلة الموازنة المرنة لازم نعدها. هاي لحد هنا مطلب ثاني، وبعدها
حيدينا مطلب ثالث with the determination of the total factory overhead rate مع حساب معدل أو معدلات التحميل للتكاليف الصناعية غير المباشرة. المطلب الأول اللي هو إعداد الموازنة المرنة بسيط جدا جدا، هو عبارة عن جدول. العمود الأول factory overhead يعني عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة، راح نجزئها إلى مجموعتين variable factory overhead يعني تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة، وفيكست فاكتوري اوفر هيد يعني تكاليف صناعيه غير مباشره ثابته. هذه الاسماء العناصر موجوده عندنا بالمعطيات، اذا راح نثبت indirect materials يعني مواد غير مباشره، indirect labor يعني عمل غير مباشر، fuel expense يعني مصاريف الوقود. بعدها طبعا راح يكون عندنا total variable factory overhead، وراها الثابتة أيضا موجودة عندنا بالسؤال، ممكن عنصرين ممكن ثلاثة ممكن أربعة حسب معطيات السؤال: rent expense مصروف الإيجار، depreciation expense مصروف الاندثار، وبعدها التوتال يعني التكاليف الثابتة الكلية أو الإجمالية. آخر شيء راح نجمع المتغير total مع الثابت التوتال، راح ينطينا التوتال فاكتوري اوفرهيد يعني التكاليف الصناعية غير المباشرة الإجمالية. إذا هذا العمود الأول. العمود اللي بعده فيريبل، هاي الفي يعني فيريبل ريت معدل التغير. دائما عيني معدل التغير لازم يكون للساعة الوحدة أو للوحدة الواحدة حسب معطيات السؤال. إحنا الآن السؤال بما أنه أورز ساعات، إذا هنا لازم يكون peer hours لكل ساعة، لكن إذا كان سؤال فقط وحدات فإذا هنا peer unit. من نقول كلمة rate معدل لازم المبالغ اللي هنا نذكرها في هذا العمود لازم تكون مفردة، ورح نشوف شلون رح نستخرجها. الآن الجزء اللي راح نبدي به هو هذا أعمدة الموازنة المرنة، هاي قبلها يعني تنظيم وترتيب. هنا عندنا مستويات النشاط activity levels أو هو الرينج اللي ذكرنا إياه بالسؤال. طبعا الموازنة المرنة عادة تعد لثلاث مستويات 3 levels or 5 levels، فبالسؤال هنا ما حدد لنا ثلاثة أو خمسة، فإذا دائما إذا ما يحدد نثبت الحد الأدنى اللي هي ثلاثة أعمدة. طبعا الموازنة المرنة دائما تكون عدد فردي، يعني ما يصير أسويها من عمودين أو أربعة أو ستة، لا ثلاثة خمسة سبعة وهكذا. فإذا راح نخطط ثلاثة أعمدة. المدى ذكرنا إياه بالمعطيات الرينج قال لنا يتراوح بين 3200 إلى 4800. إذا راح أثبت الأدنى أول شيء بالعمود الأول، أترك العمود الثاني، أجي على العمود الأخير وأثبت الحد الأعلى. إذا الرينج اللي يذكرنا إياه بالسؤال قلت لكم مهم، ليش مهم؟ لأنه راح أثبته هنا في العمود الأول وفي العمود الأخير. دائما النورمال كاباسيتي الطاقة الطبيعية هي تكون العمود الوسط. الطاقة الطبيعية تنصف لنا الموازنة المرنة إلى نصفين متساوي. نلاحظ الفرق بين 3200 و4000 إيش قد عندنا 800. نلاحظ الفرق بين 4000 و4800 أيضا 800. إذا هنا 4000 نصفت الموازنة المرنة إلى نصفين متساوي. أحيانا بالسؤال ما يذكر لنا 4000، ما ينطينا النورمال كاباسيتي، لكن يذكر لنا المدى، يقول تتراوح بين 3200 إلى 4800. شو نسوي بهاي الحالة حتى استخرج النورمال كاباسيتي الطاقة الطبيعية إذا ما ذكرها بالسؤال؟ أجمع 3200 زائدا 4800 فرح يصل المجموع 8000، أقسمه على 2 رح ينطينا 4000. فدائما إذا ما ذكر لي الطاقة الطبيعية أجمع الحد الأدنى زائدا الحد الأعلى للطاقة وقسمهم على 2. الخطوة اللي بعدها معطيات السؤال كانت كلها إجمالي، وتوتال
تتعلق التكاليف بالطاقة الطبيعية. إذا أجي هنا بهذه الأعمدة، وين الطاقة الطبيعية؟ هو هذا العمود. راح أجي أثبت كل الأرقام الذكر لي إياها بالسؤال، ما دام ذكرها مبالغ إجمالية جاهزة. إذا هو كأنه لأن اشتغلوا 4000 ساعة كلفتهم كذا وكذا وكذا، راح أجي أثبتها هنا وراح نجمع. إذا صار عندنا هذا العمود جاهز. طبعا بالنسبة للتكاليف الثابتة راح أبدي بيها أول، أكملها وبعدين نرجع على المتغيرة. الثابتة هي اسمها تكاليف ثابتة، يعني ما تتغير، سواء النشاط قل أو زاد نهائيا ما تتغير. فإذا هنا الريند اكسبيرينس، بما أنهم من اشتغلوا 4000 ساعة كلفتهم 50000 و30000 من الريند والديبريشيشن، إذا 50000 الإيجار ما راح يتغير سواء قل النشاط أو زاد النشاط، فإذا راح أثبت الأرقام نفسها هنا. كذلك الاندثار باستخدام طريقة القسط الثابت مثلا ما راح يتغير سواء الإنتاج قل أو زاد، فإذا 30000 أيضا راح تبقى ثابتة. وراح نجمع فراح نحصل على نفس المجموع. طبعا أكيد هاي 80000 هي قيمة الـ A، الفيكست كوست الـ A بمعادلة الموازنة المرنة، فهاي راح نأشر عليها، نكتب الـ A 80000، لأنه شروطها تكون ثابتة وتكون إجمالية، وبالفعل هذه إجمالي، وتكون للطاقة الطبيعية. فإذا هذه هي شروط الـ A. نرجع بعدها للتكاليف المتغيرة. هنا حتى أوجد هذه الأرقام للحد الأدنى والحد الأعلى، لازم نعرف معدل التغير للساعة الواحدة. يعني هنا هذه المبالغ إجمالية ل 8000، فما أقدر أضرب 8000 في 4800 أو 12000 في 4800، وإنما رح نجي أول شيء نقسم 8000 على 4000. دائما بالقسمة أقسم المبالغ على الساعات وليس العكس. فإذا 8000 على 4000 راح تنطيني 2 دولار للساعة الوحدة، أثبتها بالفاريبل ريت. 12000 على 4000 راح تكون 3 دولار لكل وحدة. 20000 على 4000 راح يكون 5 دولار للوحدة. طبعا هذه المجموع العشرة هي الـ variable rate، يعني هي الـ B، رمز الـ B في معادلة الموازنة المرنة، فراح نأشر عليها ونكتب الـ B تساوي 10. هسه صار عندنا معدل التغير للساعة الوحدة معلوم لكل عناصر المتغيرة. هنا كم ساعة اشتغلوا؟ 3200. فأول شيء 3200 في 2 حينطينا 6400، 3200 في 3 69، 3200 في 5 راح ينطينا 16000، وراح نجمعها. هنا نجي 4800 في 2 حينطينا 9600، 4800 في 3 14400، و4800 في 5 حيكون 24000، وحنجمعها. آخر شيء طبعا حنجمع التوتال فاكتوري اوفر هيد اللي هو المتغيرة 32000 زائدا 80000 حينطينا المجموع 40000 زائدا 80000 حينطينا 120، 48000 زائدا 80000 128. طبعا هذا المطلب الأول كملناه. المطلوب الآخر طالب من عندنا Total Factory Overhead Rate، يعني نستخرج معدل التكاليف الصناعية، معدل تحميل التكاليف الصناعية غير مباشرة الإجمالي لكل المستويات. راح أقسم 112000 على 3200، فهذا الناتج 35 دولار. راح نقسم 120000 على 4000، 30 دولار. وآخر شيء 128000 تقسيم 4800 حينطينا 26.667. معادلة الموازنة المرنة اللي أيضا من ضمن مطالب السؤال، قلنا الـ A أشرنا عليها 80000، فرح أعوضها 80، والـ B أيضا أشرنا عليها قبل شوية 10، فإذا معادلة الموازنة المرنة Y تساوي 80000 زائدا 10X. يبقى هنا هذه عندكم ملاحظات قبل معادلة الموازنة المرنة، هذه استخراج معدلات التحميل. معدلات التحميل عندنا 3 أنواع: Total Rate نسميها Factory Overhead Rate فمعناها Total Rate، و Variable Factory Overhead Rate يعني معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة
أو نسميه variable rate اللي هو البي نفسه، والفيكست فاكتوري overhead rate يعني معدل التحميل الثابت. هذه معدلات التحميل مهمة جدا جدا في موضوع الانحرافات اللي راح نبدي بيه إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. دائما حتى أستخرج معدلات التحميل الإجمالي والثابت والمتغير أعتمد على عمود الطاقة الطبيعية فقط. عمود الطاقة الطبيعية لاحظ عندنا مجموع التكاليف المتغيرة، مجموع التكاليف الثابتة والتوتال. إذن من أريد معدل تحميل متغير راح أقسم 40,000 التكاليف المتغيرة على ساعات الطاقة الطبيعية اللي هي 4000، ف40,000 على 4000 حينطينا variable rate اللي هو البي 10. من أريد معدل تحميل ثابت أقسم التكاليف الثابتة اللي هي 80,000 على ساعات الطاقة الطبيعية اللي هي 4000، فإذا 80,000 على 4000 راح يساوينا 20. آخر شيء معدل التحميل الكلي 120,000 أقسمه على ساعات الطاقة الطبيعية راح يكون عندنا يساوي 30. إذا هنا الـ total rate يعني معدل التحميل الكلي أقسم التكاليف المجموع الكلي أقسمه على الطاقة الطبيعية، وهنا الـ variable rate يعني البي اللي هو نفس رمز البي أقسم التكاليف المتغيرة مجموعها شقد 40,000 أقسمها على 4000 normal capacity الطاقة الطبيعية فيساوي لنا 10. والفيكست ريت يعني معدل التحميل الثابت أقسم مجموع التكاليف الثابتة 80,000 على ساعات الطاقة الطبيعية 4000 تساوي لنا 20. لاحظ طبعا حتى نتأكد انه حلنا صح، اذا جمعنا معدل التحميل المتغير زائد معدل التحميل الثابت راح يساوي لنا معدل التحميل الكلي، تمام؟ فاذا هنا دائما عيني المعدلات التحميل حتى استخرجها لازم اعتمد على مستوى الطاقة الطبيعية حصرا، ما الي دخل بالحد الادنى او الحد الاعلى، دائما نعتمد على مستوى الطاقة الطبيعية. وبهذا نكون أنهينا مثال رقم 5 في محاضرتنا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نتناول مثال آخر اللي هو مثال رقم 6 والمتعلق أيضا بموضوع الموازنة المرنة، ونشوفكم على خير.